على أرصفة ميناء مدينة تارانتو على الساحل الجنوبي لإيطاليا، حركة قوارب الصيد متوقفة تماماً لليوم الرابع على التوالي، على خلفية إضراب أصحابها احتجاجاً على ارتفاع أسعار الوقود. في المقابل تقف أعمدة أول مزرعة لإنتاج الطاقة من الرياح في إيطاليا. قد تكون الرياح البحرية هي المستقبل الحقيقي للطاقة المتجددة في إيطاليا وخارجها. مزرعة الرياح في تارانتو هي أول علامة واضحة على أن هذه التكنولوجيا يمكن أن تعمل حتى في إيطاليا. خيار طاقوي جديد تعول عليه روما لتقليص تبعية البلاد للوقود الأحفوري الروسي الذي يشكل نحو 40% من حاجياتها الغازية والنفطية. منظومة الطاقة في إيطاليا تسير في الاتجاه الصحيح، يتم منح التراخيص بشكل أسرع في مواعيد نهائية محددة، حقيقة تقنية مبتكرة، مشاكل كثيرة واجهتنا لكن تم التعامل معها بشكل سريع مع شركات محلية وتم تجاوزها، ما سمح بتجسيد هذه المزرعة. وترى منظمات المجتمع المدني في خيار تشييد محطات توليد الكهرباء من قوة الرياح بمثابة خطوة حاسمة في الصناعة الإيطالية. نأمل في أن تكون هذه المحطة مجرد بداية وأن تشكل حقبة جديدة لهذه المدينة التي سيتم فيها نقل الصناعة من عصر الكربون إلى عهد المصادر المتجددة. توجه طاقوي يحظى بدعم واسع من الجمعيات التي تعنى بالبيئة عن رفع حصة الطاقات المتجددة في المزيج الطاقوي في رابع أكبر اقتصادات أوروبا. ننظر إلى المشاريع التي يتم تقديمها في المناطق البحرية المختلفة وننظر إلى مزايا كل مشروع على حدة. أكرر أن هناك مشاريع جيدة ومشاريع سيئة ونقوم بتقييمها على أساس مزاياها. أقولها مرة أخرى، يجب أن نعطي دفعة حاسمة للطاقات المتجددة. أزمة الطاقة الحالية تؤكد صواب وجهة نظرنا. على شاطئ ليدو أزورو تختبر إيطاليا نجاعة إنتاج الكهرباء انطلاقاً من قوة الرياح لأول مرة في حوض المتوسط، في خطوة قد تبدو مغامرة أملتها تداعيات الهرولة الأوروبية في سبيل التخلص من النفط والغاز الروسيين في غضون 5 سنوات على أقصى تقدير.